جولة أخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، أبدأها معكم بأبرز العناوين. القوات الجنوبية تتصدى لهجوم حوثي في جبهة كرش بمحافظة لحج وتكبد الميليشيات خسائر فادحة. حزب الإصلاح الإخواني يواصل تمرده على قرار مجلس القيادة الرئاسي بتغيير محافظ الجو. وبتمويل من دولة الإمارات التوقيع على إنشاء مدينة سكنية متكاملة لأبناء جزيرة ميون. تصدت القوات الجنوبية لهجمات من ميليشيات الحوثي في جبهة كرش بمحافظة لحج، وأوضح بيان للقوات الجنوبية بأن الميليشيات الحوثية حاولت تنفيذ هجمات على عدد من القطاعات العسكرية شمال محافظة لحج في قطاع الغريب بجبهة كرش. وأكد البيان أن قوات اللواء الخامس دعم وإسناد تمكنت من التصدي للهجوم وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. طبيعة الاشتباكات القوات ميليشيات الحوثية استهدفت مواقع ولها تعزز من حوالي شهر، وهي تستهدف مواقع في جبهة كرش حمالة، ومن حوالي من أسبوع قاموا بهجوم وكسروهم قوات اللواء الخامس، وأمس الليل الساعة 10 بالليل شنوا هجوم على كل المواقع في جبهة كرش حمالة، في الضواري وفي الغريب، وقواتنا تصدت لهم بكل قوه، وهناك قتلى وجرحى برضه من ميليشيات الحوثيه. قواتنا قوات صامده في مواقعهم، وكل الضباط والقيادات والافراد كانوا في صفوف الاماميه، وكانت معنوياتهم عاليه، وكانت عندنا في جرحى برضه شهداء من اللواء الخامس. ارتكبت ميليشيات الحوثي جريمة جديدة أصيب فيها 3 أطفال بقذيفة مدفعية غرب مدينة تعز. وأفادت مصادر محلية أن 3 أطفال أصيبوا بينهم شقيقان في حصيلة أولية جراء قصف حوثي استهدف حيا سكنيا في مدينة تعز. وأشارت المصادر إلى أن القصف استهدف حي صناعي في المطار القديم أثناء خروج التلاميذ من المدرسة. بحث وزير الدفاع الفريق ركن محسن داعري في عدن مع محافظة الجوف اللواء حسين العواضي وقائد محور الجوف العسكري العميد محمد الأشول مجمل الأوضاع في المحافظة والوضع الميداني في جبهات القتال. أكد وزير الدفاع خلال اللقاء على الأهمية الاستراتيجية لمحافظة الجوف والدور المنتظر من قيادة السلطة المحلية وقيادة المحور العسكري لاستعادة المحافظة من ميليشيات الحوثي. أما محافظة الجوف وقائد المحور فأكد على العمل مع كل أبناء المحافظة ومنتسبي الوحدات العسكرية فيها لاستكمال تحريرها من الميليشيات الحوثية. أفادت مصادر قبلية باستمرار حزب الإصلاح في الدفع بالعشرات من المسلحين القبليين الموالين له إلى منطقة الريان بمحافظة الجوف، حيث ينظم الموالون له وقفة ترفض قرارات مجلس القيادة الرئاسي. من محافظة شبوة إلى محافظة الجوف يمتد تمرد حزب الإصلاح على قرارات مجلس القيادة الرئاسي. في المحافظة الأخيرة واصل الحزب تمرده على القرارات الرئاسية التي أطاحت بأمين العكيمي من منصبي محافظ المحافظة وقائد المحور، وعينت بدلا عنه اللواء حسين العواضي محافظا للمحافظة والعميد الركن محمد الأشول قائدا للمحور. وفقا لمصادر قبلية، يدفع حزب الإصلاح يوميا بعشرات المسلحين القبليين الموالين له إلى منطقة الريان وعقد تجمعات قبلية تطالب بعودة المحافظ السابق أمين العكيمي. ووصلت إلى المنطقة نفسها أيضا مجاميع حوثية قدمت من مدينة الحزمة. تلك التجمعات تزامنت مع حملة إعلامية منسقة ينفذها حزب الإصلاح تعتبر القرارات الرئاسية تحديا لإرادة قبائل المحافظة وأبنائها،
حملة حذر المصدر منها وقال إنها محاولة لتأجيج التوتر في المحافظة ووضع التعقيدات والعراقيل أمام مساعي المحافظ الجديد ومهامه التي قال إن تحرير الجوف من ميليشيات الحوثي تتصدرها. أمام كل جهد لاستعادة زمام المعركة ضد ميليشيات الحوثي يظهر الإصلاح معرقلا ومتمردا ومدافعا عن الفساد وتجارة الحرب التي التصقت بقياداته وكانت سببا في انتكاسات عسكرية كانت الجوف إحدى ضحاياها. فأمين العكيمي تتحدث مصادر مطلعة وأخرى عسكرية عن وقوفه وراء هذه الانتكاسة فضلا عن تورطه في فساد هائل أبرزه استلام أكثر من 300 مليون ريال سعودي لتحرير المحافظة وتسلمه أيضا أكثر من 1000 طقم عسكريا وسلاحا وذخيرة ولم يتم تحريرها. على الضفة الأخرى يواصل محافظ الجوف الجديد عقد لقاءات مكثفة مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزير الدفاع في العاصمة عدن لترتيب مهام المرحلة المقبلة في المحافظة وتنسيق عمليات تحريرها من ميليشيات الحوثي كما تقول مصادر مطلعة. بحث المبعوث الأممي لليمن هانس جراندبيرغ في العاصمة الأردنية عمان مع وفد أوروبي الجهود الرامية لإعادة وتجديد الهدنة واستعادة المسار السياسي في اليمن. قالت البعثة الأوروبية لدى اليمن في تغريدة على حسابها في تويتر إن رئيسها استضاف اجتماعا لمجموعة العمل التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي التي تزور عمان حاليا مع المبعوث الأممي هانس جراندبيرغ وأوضحت أن المباحثات تركزت حول جهود تجديد الهدنة واستعادة مسار التسوية السياسية في اليمن. بتشجيع واهتمام من قبل قيادة السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين تشهد عاصمة محافظة شبوة عتق حركة متسارعة في إنشاء وتطوير حدائق ومتنفسات جديدة وسط ارتياح من قبل المواطنين. حركة متسارعة والتنافس محموم بين المستثمرين في محافظة شبوة لإنشاء حدائق ومتنفسات جديدة وتوسيعها وتطويرها في ظل اهتمام قيادة السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين لتشجيع الاستثمار في هذا المجال. يولي صندوق النظافة والتحسين اهتمام كبير بموضوع الحدائق والمتنفسات كون عاصمة المحافظة اليوم عتق فيها كثافة سكانية كبيرة والعوائل بحاجة إلى مثل هذه الحدائق والمتنفسات. ونحن نحاول طبعا أن نعمل حصر كامل للحدائق التي موجودة في صالح الصندوق ويعني عرضها للاستثمار بحيث أنه يكون هناك مزيد من التنافس بين الحدائق لتقديم خدمة أفضل للجمهور. ارتياح بين العائلات والأطفال خاصة من عملية التوسع والتحديث للحدائق والمتنفسات في عاصمة المحافظة عتق وسط مناشدات بضرورة توفير كافة الخدمات فيها وتقديم خدمة بشكل أفضل. يعني المفروض السلطة المحلية تركز على الأشياء هذه تركيز تام، لأن الإنسان كان بيقعد في البيت يعني ممكن يقعد الأسبوع بيطلع بيشم هواء بيتنفس. الأطفال يبغون ألعاب، الأطفال محرومين من زمان، يعني ما نعرف الحاجات هذه. من أقول لك من ما خلقنا إحنا ما نعرف الحاجات هذه، وإحنا في بلد أنت عارف يعني مجتمع بدوي أكثر. يعني المتنفسات زي الحدائق هذا موجودة في المحافظة قبل 5 سنوات 10 سنوات ما كانت حاجة موجودة، يعني في الناس في كان حاجة متنفس صار طبيعي وحلو، بس لازم تتطور شوية تطور مناظر نافورة مناظر كذا حاجة تجذب وتكون خدمات متوفرة في الحديقة مشان العائلات وما تنطق الشارع الثاني وتوفر. الآن في عتق في 611 الحديقة هي جميلة جدا وفي حدائق كثيرة في عتق وفي ألعاب الأطفال اللي يفرحون فيها وكل شيء تمام ويصير ألعاب جميلة. تستمر الرغبة الجامحة لدى رجال الأعمال بمزيد من الاستثمار في مجال الحدائق والمتنفسات، كما تحضر بقوة في هذه المتنفسات اللمسة التاريخية لحضارة شبوة القديمة. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق محافظة شبوة. قام محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض بن الوزير بتفقد سير العمل في مشروعي شق وسفلتة شارعي الحزم والعشرين الدائري في مدينة عتق مركز المحافظة،
وأشاد المحافظ بسير العمل في المشروعين ومستوى الإنجاز فيهما، مشددا على ضرورة تواصل العمل فيهما بنفس الوتيرة لضمان سرعة إنجازهما بصورة عاجلة لما يمثلانه من أهمية في حياة الناس وجمال المدينة وتخفيف من حدة الازدحام المروري فيها. وقع وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس مع شيخ جزيرة ميون الشيخ صالح الخرور وقع على المرحلة الأولى من إنشاء وتعمير مدينة سكنية متكاملة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لأبناء جزيرة ميون. ويشمل المشروع 140 وحدة سكنية إضافة إلى مشاريع البنية التحتية للمشروع وكافة الخدمات الملحقة من مدارس ووحدات صحية وغيرها من المرفقات الخدمية للمشروع والتي سيتم تنفيذها على مراحل مزمنة. النشرة مستمرة وتتابعنا فيها بعد فاصل قصير. سويسرا تسجل رقما قياسيا لأطول قطار ركاب في العالم. أهلا بكم من جديد. شدد وزير التربية والتعليم طارق العكبري على ضرورة تنفيذ خطط وبرامج الوحدة التنفيذية لتغذية المدرسية وفق لاحتياج الميدان وتنسيق المشترك مع الفروع بالمحافظات. وجاء ذلك لدى زيارته مقر الوحدة التنفيذية لتغذية المدرسية في عدن ضمن نزولاته الميدانية لتفقد الأوضاع التعليمية، حيث اطلع خلالها على الخطط والبرامج الجاري تنفيذها من أو في مجال التغذية المدرسية في المحافظات المستهدفة من المنحة المقدمة من برنامج الأغذية العالمي وسبل تطويرها. بالتزامن مع بدء العادة التنازلي لكأس العالم بمشاركة 4 منتخبات عربية، قام الفنان التشكيلي ابن تريم بصنع كأس من جذع الشجر تحاكي كأس العالم كتعبير عن عشقه للبطولة الأكبر عالميا. يرفع كأس العالم على طريقة مارادونا على أمل حضور المونديال الأكبر عالميا وتشجيع منتخبه الأفضل التانغو. الفنان التشكيلي هبشان لخص عشقه للمستديرة بتشكيل كأس العالم من جذع الشجر. في ورشته الخاصة بتريم، يعقوب هبشان يصنع الإبداع ويبهر النظر في ظل إهمال الفنانين المحليين. طبعا هذا العود هذا من شجرة الإثل. شجرة الإثل هذا العود يعني يكون خفيف ويكون يساعد على النحت أكثر. طبعا هذا العمل أخذ مني أكثر من 4 أشهر وأنا أشتغل في هذا المستوى التمثالي لكأس العالم. بإمكانيات محدودة ومن محيطه المحلي يصنع العديد من الأشكال الفنية والمجسمات الرمزية، أعمال متعددة ينفذها بيديه الماهرتين في تطويع الخشب والحديد واللوحات الفنية. عند كثير من الفنون التشكيلية منها الرسم على بآلة النار، ارسم بالنار اي شخصيات او اعمال اخرى او خط او شيء هكذا، برضو ارسم بالنحت على الفلين، يعني اي مسمى كان رسمه قنبه يعني مباشرة اثناء عملته، برضو الرسم بالرمل على الزياي نرسم شخصيات يعني مباشرة. لم يتوقف إبداع هبشان عند ورشته بل نقله إلى حائط بيته وفي غرفة الاستقبال أيضا، والتي أصبحت معرضا فنيا لأعماله التي يخاطب بها العالم لما تحمله من رسائل هادفة وإنسانية. بلادنا ولادة لأصحاب الحرف والمهن الإبداعية الذين ينتظرون من يحتويهم. محمد بحفين، الغد المشرق، تريم. سجلت شركة سكك حديد سويسرية رقما قياسيا لأطول قطار ركاب في العالم خلال رحلة على أحد أروع المسارات عبر جبال الألب.
سيرت شركة ريتيال سكك الحديد قطارا يبلغ طوله 1.9 كيلومترا ويضم 100 عربة ركاب وأربعة محركات على طول مسار البولا برنينة. قال مدير شركة ريتيال أن الهدف من تسجيل الرقم القياسي هو تسليط الضوء على بعض الإنجازات الهندسية لسويسرا والاحتفال بمرور 175 عاما على إنشاء السكك الحديدية السويسرية. أما الآن إليكم التذكير بأبرز العناوين. القوات الجنوبية تتصدى لهجوم حوثي في جبهة كرش بمحافظة لحج وتكبد الميليشيات خسائر فادحة. حزب الإصلاح الإخواني يواصل تمرده على قرار مجلس القيادة الرئاسي بتغيير محافظ الجوف. وبتمويل من دولة الإمارات التوقيع على إنشاء مدينة سكنية متكاملة لأبناء جزيرة ميون. نلقاكم مجددا على خير، إلى اللقاء.